الحقيقة أن رشدي أباظة كان دون جوان بمعنى الكلمة، وكان كل يوم يعرف واحدة شكل، بمعنى أصح ما بيعرفش يعيش من غير ست في حياته، سواء بقى من الوسط الفني أو من برا الوسط. وعشان كده اتجوز 5 مرات، 3 منهم فنانات وعرفهم في التصوير، وهم صباح وسامية جمال وتحية كاريوكا. وكمان اتجوز 2 مرات من برا الوسط الفني، ولأن رشدي أباظة كان معشوق كل البنات، ما كانش في أي حد يتخيل إن في ست ممكن ترفضه أو تقوله لأ. لكن مارلين منيرو الشرق الفنانة هند رستم كانت أول واحدة قالت له لأ يا رشدي، وده لما ظهرت مشاعر الحب عند رشدي ناحية هند رستم لما كانوا بيصوروا فيلم صراع في النيل، ولما تقدم لها رفضته وقالت له خلينا أصحاب أحسن، وفعلا فضلت علاقتهم قوية جدا بعدها. هند رستم حكت عن قوة علاقتها برشدي أباظة بعد ما رفضته في